بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس. تحل علينا نعمته وبركته من الان وللابد امين. النهارده هنشتغل في الاصحاح العاشر، وهو مش طويل. الموضوع اللي فيه موضوع بسيط ولطيف، ما اعتقدش انه هياخد وقت كتير. الموضوع الاساسي اكتر اللي احب ان انا دردش فيه وياكوا اكتر هو الإصحاح الحداشر. اسمحوا لي أن نقرأ جزء من الإصحاح العاشر ونتكلم فيه شوية. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كلم الرب موسى قائلا: اصنع لك بوقين من فضة مسحولين تعملهما، فيكونان لك بمنادات الجماعة والارتحال المحلات، فإذا ضربوا بهما يجتمع إليه كل الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع، وإذا ضربوا بواحد يجتمع إليك الرؤساء رؤساء ألوف إسرائيل. إذا ضربتم هتافا ترتحل المحلات النازلة إلى الشرق، وإذا ضربتم هتافا ثانية ترتحل المحلات النازلة إلى الجنوب. هتافا يضربون لرحلاتهم، أما عندما تجمعون الجماعة فتضربون ولا تهتفون. وبنو هارون الكهنة يضربون بالأبواق، فتكون لكم فريضة أبدية في أجيالكم. وإذا ذهبتم إلى حرب في أرضكم على عدو يضر بكم تهتفون بالأبواق، فتذكرون أمام الرب إلهكم وتخلصون من أعدائكم. وفي يوم فرحكم وفي أعيادكم ورؤوس شهوركم تضربون بالأبواق على محرقاتكم وذبائح سلاماتكم، فتكون لكم تذكارا أمام إلهكم، أنا الرب إلهكم. من الآية 29 لآخر الإصحاح أيضا، يعني أنا سكبت الجزء اللي فيه تفاصيل يعني ممكن تكون متكررة، لكن هقول أهم الأحداث اللي أو أهم النقط والمحطات اللي هنقف فيها في هذا الإصحاح من الآية 29، وأرجو أن أنتوا تكونوا متابعيني. وقال موسى لحباب ابن رعوئيل المدياني حمي موسى: إننا راحلون إلى المكان الذي قال الرب أعطيكم إياه، اذهب معنا فنحسن إليك، لأن الرب قد تكلم عن إسرائيل بالإحسان. فقال له: لا أذهب، بل إلى أرضي وإلى عشيرتي أمضي. فقال: لا تتركنا، لأنه بما أنك تعرف منازلنا في البرية تكون لنا كعيون، وإن ذهبت معنا فبنفس الإحسان الذي يحسن الرب إلينا نحسن نحن إليك. فارتحلوا من جبل الرب مسيرة 3 أيام، وتابوت عهد الرب راحل أمامهم مسيرة 3 أيام ليلتمس لهم منزلا. وكانت سحابة الرب عليهم نهارا في ارتحالهم من المحلة. وعند ارتحال التابوت كان موسى يقول: قم يا رب فليتبدد أعداؤك ويهرب مبغضوك من أمامك. وعند حلوله كان يقول: ارجع يا رب إلى ربوات ألوف إسرائيل. مجدا للثالوث القدوس الإله الواحد أمين. احنا احبائي ماشيين في رحلة، في قصة. الرحلة بتحكي لنا ازاي ربنا مهتم بينا، ففدانا في خروف الفصح، وعبر بينا في المعمودية. خروف الفصح بيمثل الصليب. عبر بينا المعمودية، وصل لجبل الله حريب، اداهم لوحين الشريعة، وبعدين ابتدى بقى ينظمهم من بعد جبل حريب، يبتدي سفر العدد، يعمل عملية الإحصاء والترتيب، ويرتب الـ 12 سبط كل 3 في جهة في شكل صليب،
والمحلة في الوسط محاطة باللويين، كل واحد بقى له رقم، كل واحد بقى له مكان، كل واحد بقى له عمل. القهطيون لهم عملهم، بني جرشون لهم عملهم، بني مراري لهم عملهم، معروف مين النبي ومعروف مين الكاهن هارون وموسى. والقائد كل هذه المسيرة وسبط يهوذا، والمسيح ذاته هو اللي في المقدمة، والسحابة محيطة بيهم والعمود ماشي قدامهم. فهم خدوا الصليب والفدا، خدوا المعمودية، خدوا التقديس، خدوا التخصيص، خدوا الكهنوت، خدوا الشرائع، خدوا التطهير في المرحضة والاستنارة في منارة الأقداس، خدوا الذبيحة في ذبيحتين، ذبيحة البخور وذبيحة المحرقة، الصلاة والصليب، وخبز الوجوه اللي بينظر لوجه الله دائما، الخبز النازل من السماء. فضل كلمة الله، فضل كلمة الله. علشان كده النهاردة الموضوع عن كلمة الله خير لي من ألوف ذهب وفضة. قال له يصنع بوقين عند ارتحال التابوت يبوق، وعند حلول التابوت يبوق، وفي مناسبات عديدة أيضا يكون في هذا البوق. البوقين من الفضة يقول لمنادات الجماعة في الرحيل، في الحروب، في الأعياد. واللي يمسك هذه الأبواق هم الآباء الكهنة فقط، هم المنوطين بحمل كلمة الله للشعب. أيام ما ابتدوا هذه الرحلة كانوا بوقين اتنين، كان فيه اتنين كهنة تحت هارون رئيس الكهنة، دول ولاده الاتنين. يقول لنا الكتاب المقدس ان لما وصلوا لوقت سليمان كان فيه 120 بوق، ابتدوا باتنين، وصلوا لأيام سليمان ايام بنوا الهيكل كان عندنا 120 بوق في ايدين 120 من الكهنة. يقول لنا الكتاب المقدس ان كلام الرب كلام نقي فضة مصفاه الى 7 أضعاف في المزمور 110، فواضح وثابت من تفسير الآباء أن البوق ينادي بكلمة الله في يد الكاهن، لأن الكاهن لا يتكلم إلا بالشريعة بكلمة الله، ولا يليق أن الكاهن يتكلم إلا بكلمة الله، لا يليق بالكاهن أنه يتكلم إلا بميزان الذهب والفضة. في أقوال من للآباء القديسين النهاردة هنخرج عن العلامة أوريجينوس، فيقول لنا أنه البوقين دول، تذكر المرة اللي فاتت لما كنا بنتكلم على المنارة أمه 7 مصابيح اللي في الوسط، العمود اللي في الوسط كان بيمثل السيد المسيح، وثلاثة من كل ناحية، قلنا أنه مسحول مسحوب بالمبرد، قطعة واحدة من الفضة زي قالب كده من الفضة، وبعدين بالمبرد يبتدي يشكله ويسحبه ويجره، ما يخلطش، مش ممزوج مش مسبوك، لأن آلهة الأوثان، آلهة عباد الأوثان الوثنيين كانت مسبوكة، قطع بنجمعة ومتسيحة مع بعض. فعلشان ربنا ينبه نفوسنا وعقولنا وفكرنا ووعينا اننا لا نشابه هذا الدهر، فعبادتنا مختلفة، قطعة واحدة ما فيهاش مزج، ما فيهاش الاختلاط. فاللي قالوا على المنارة يقولوا النهاردة على البوقين، يقول ان هم مسحوبين، مسحولين، مشدودين، مصنوعين من قالب واحد، المنارة والبوقين أيضا. القديس جيروم بيقول، اتكلم بتفصيل أكتر، قال إن هما مش شكل واحد، لكن هما نوعين من الأبواق. البوق قال إن هو طويل لقدام مستقيم،
والتاني اسمه قرن أو صور. القرن هو يعني في كيرف كده، قرن زي القرن بتاع الحيوان أو زي التاسك بتاع الفيل، في حودة كده، بيعملوا أصوات مختلفة. لما رحت القدس المرة دي من السنة اللي فاتت، لقيت التمثال اللطيف ده، أنا بحب الحاجات دي أوي. مش عارف أنتوا شايفينه ولا لأ، ده حاخام، حاخام يهودي، اللي ماسكه في إيده ده هو القرن مش البوق. طبعا ده مش مظبوط، لأنه المفروض حسب الوصية إن اللي يمسك الأبواق مش الحاخامات الكهنة، احنا عارفين، لكن يعني أو شكل لطيف لما لقيته وخدته للذكرى، ودلوقتي قلت أجيبه وأوريه لكم يعني منظره إيه. فده القرن، ده القرن، ده الصور مش البوق. فالقديس جيروم لما قال لنا أو عمل التقسيمة دي، الديفرنشيشن بتوين القرن والبوق، قال إن البوق طويل يشير إلى وعود الله وكلمته المستقيمة النقية من الشوائب، الوعود، وعد الله، وعد الله أننا نرتحل، وعد الله أنه هو معانا في الحروب، وعد الله أنه يفرحنا في الأعياد وفي المناسبات. دي الظروف اللي كان بيطلقوا فيها الأبواق، الوعود، وعد الله بالارتحال وبالاستقرار في الحروب، هو النذير، هو المشجع، هو المحمس، هو اللي بوعده بيثق الشعب في أن الله موجود وياه وهو سر نصرته. فالبوق المستقيم يشير إلى وعد الله. طب والقرن بقى يشير إلى إيه؟ قال القرن يشير إلى سلطان الكلمة. يعني ربنا لما بيدي كلمة وبيدي وعد، الوعد ده له سلطان. واستند لآية لوقا الإنجيلي في الإصحاح الأول، الآية 69، في صلاة زكريا، زكريا الكاهن. زكريا الكاهن قال يرتفع قرن خلاصنا، يرتفع قرن خلاصنا. هما كانوا بيمسكوا بقرون المذبح، وعلى شكل قرون المذبح عملوا هذا القرن أو هذا البوق المقوس في يد الكاهن، نوعين، نوع واحد، مش نوع واحد. قال يعني كلمة الله لها جوانب بتسندنا وبتساعدنا وبتشجعنا وبتقوي إيماننا. أثناسيوس الرسولي أيضا قال لنا تفصيلة لطيفة في هذا الموضوع، قال لنا متى سمع أحدكم الناموس يوصي باحترام الأبواق. احترام الأبواق دي مش مزيكا، يعني الآباء فهموها حسب قصد الله، ما خدوهاش كده يعني حاجة على الوش، يعني ما خدوهاش باستخفاف. متى سمع أحدكم الناموس، لما تفتح الكتاب المقدس وتقرأ فيه، يجب أن تحترم الأبواق، فلا يظن أن هذا أمر تافه أو قليل الأهمية، إنما هو أمر عجيب ومخيف. فالأبواق تبعث في النفس يقظة ورهبة أكثر من أي شيء آخر أو أي صوت أو أي آلة أخرى. كانت هذه الطريقة مستخدمة لتعلمهم، ده أثناسيوس الرسولي بيقول، إذ كانوا لا يزالوا أطفال. هم كانوا لسه في الإيمان بسطة، كانوا أطفال ما عندهمش أعماق بيسقيهم لبن. فالإنذارات والاستعداد والتحميس وإبعاث اليقظة في نفوسهم إن في أمر جلل هيحدث، لغاية النهاردة في الحروب في حاجة اسمها إنذارات أو صفارة الإنذار، تزمر، عايز ينذرنا بحدث جاي، أمر جاي. لا تؤخذ هذه الإعلانات على أنها مجرد إعلانات بشرية، ده أثناسيوس الرسول اللي بيكمل وبيقول
لا تؤخذ هذه الإعلانات على أنها مجرد إعلانات بشرية، فقد كانت أصواتها تشبه تلك التي حدثت على الجبل حينما ارتعدوا هناك في سفر الخروج 19 آية 16. يعني اللي سمعوه في سفر الخروج كان أمر سماوي، صوت رعد من فوق. لما ربنا له المجد قال لموسى تصنع قرنين أو تصنع بوقين من الفضة، يشير إلى كلمة الله، إلى حضور الله، إلى إنذارات الله، إلى تشجيع الله، إلى تحميس الله. كل دي أمور كان بيبعثها في نفوسهم صوت البوق والقرن. الأصوات اللي سمعوها في الجبل وارتعدوا أكنها ريكوردد في هذا البوق. كل مرة الأبواق تزمر وتطلق هذا الصوت وهذا الصفير يرن في ودانهم ويتذكروا اللي سمعوه في سفر الخروج اللي صاح 19 لما طلعوا على الجبل وسمعوا صوت البروق والرعد. فكانت الموسيقى دي تعلن حضور الله، هي صوت الله في وسط الجماعة. وزي ما قلت يا أحبائي إنهم كانوا بوقين بس، وأيام سليمان زادوا وأكيد زادوا أكتر من كده فيما بعد. وقلت إن هي مسحولة قطعة واحدة مثل المنارة، ليست مسبوكة كآلهة الأوثان. عمل هذه الأبواق تنظيم الجماعة استعدادا للرحيل، ولكيما تجتمع جماعة إسرائيل لدى باب خيمة الاجتماع. احنا نحط في ذهنك باستمرار الصورة دي، ان انا معايا 2 مليون او اكتر من البشر، 600 ألف رجل عدا النساء والاولاد. عايز انظم هذه المجموعة، عشان تتنظم عايزة تاخد وقت، فقبلها بمدة طويلة تبتدي الابواق تضرب، يتيقظوا، يقوموا، يستعدوا، يسمعوا صوت الرعد، يبقى في عندهم شيء حسي بيترجم حضور الله. ده يعتبر طقس، يعني دي صورة مصغرة من الطقوس اللي احنا بنمارسها في الكنيسة. ربنا استخدم الطقس مع شعبه بهذه الوسيلة لكي ما يعطيهم رسالة للاستعداد. وأنا قريت، مش عايز أخش في تفاصيل كتير عشان يعني ما ضيعش وقتكم في أمور جايز تكون الديتيلز فيها يعني مش مهمة قوي. كان في نغمات مختلفة، يمكن ده الجزء اللي أنا نطيت وعديت عليه، إن لما يجي الجماعة كلها تجتمع البوقين ينفخوا، لما يجي يعوز شعب بني يعوز الرؤساء فقط، رؤساء الألوف، بوق واحد اللي يضرب. يعني في نغمات مختلفة وفي بدايل وطرق مختلفة لاستخدام البوقين. كل صوت فيهم وكل نغمة فيهم وكل إشارة فيهم لها رمز معين، وبتدي دليلة معينة أو دلائل معينة أو لها معنى معين. الآيات اللي أنا قريتها في الآخر 29 ل 32 بعيدا عن الأبواق ذكرت حادثة لها أيضا دلالة، إن موسى لما قابل حماه في السكة في مديان يقول كده، حباب ابن رعوئيل المدياني حميه، حماه، وده راجل تقي، راجل كويس، حاول ان هو يقول له تعالى معانا. الراجل اعتذر، قال انا اقعد مع العشيره بتاعتي ومع ناسي. يمكن اعتذر بكبر السن، اعتذر بمسؤوليات، فقال له لا انا استنى هنا، انت يا موسى معاك وعود من الله، عبر بيك ربنا، اداك اللوحين، اداك الشريعة، اداك كل هذا المجد اللي انت خدته من ايده، ولما انت اعتذرت في العليقة ان انت حتى تقابل فرعون او ان انت تاخد سلطان تقابل بيه فرعون، ربنا شجعك واعانك وشددك بالضربات وقدرت تعبر بهذا الشعب، وصلت بهم الى هذا الحد في عمق البرية، والسحابة محيطة بكل جماعة بني إسرائيل لسه بتشك في أن الله قادر أن يكمل الطريق وياك. فيقول لنا الكتاب المقدس أن موسى قال للحماية لا تتركنا
لأنه بما أنك تعرف منازلنا في البرية تكون لنا كعيون. يعني موسى لسه في طبع بشري، لسه إيمانه ما كملش بالقدر الكافي اللي يعتمد فيه على كلمة الله. الآية دي كل الآباء شافوها مرتبطة بالإصحاح اللي بعده، لأن الإصحاح اللي بعده الإصحاح 11 هيتكلم عن تذمر شعب بني إسرائيل كله وضع في إيمانه. عايز يقول لنا لما هنخش في الإصحاح الجاي الإصحاح 11 إن ضعف الجماعة كلها ابتدى بضعف موسى، ضعف الجماعة كلها ابتدى بضعف موسى. فموسى أحبائي رغم كل المجد اللي سنده به ربنا وشايف بعينيه مجد الله بيحيط بالجماعة، شايف انه محتاج حميه يكون له عيون في الطريق ويساعده في الطريق. قال له انت عارف المحطات بتاعت السكة، انت عارف منازلنا تقدر نحط فين ونمشي فين، ده انت لسه ربنا بيكلمك عن الابواق وقال لك ان انا معاك وان انا اللي هديك الاشارات وان انا اللي هقود الجماعة. لسه يا موسى شاكك ومحتاج عيون من بره. فالنقطة دي احبائي نقطة مهمة، لانها هي اللي هتورينا ان الضعف بيبتدي من فوق، على رأي المثل اللي بيقول مع احترامي يعني ان السمكة بتفسد من رأسها، مع احترامي يعني انا اسف في التعبير، لكن هي كده، اضرب الراعي تتبدد الخراف. فارتحلوا من جبل الرب مسيرة 3 أيام. البداية كانت 3 أيام، طبعا مش محتاج ان انا اتكلم عن دلالة الرقم 3 لأن المسيرة مسيرة صليب وقيامة، فالرقم 3 يشير إلى 3 أيام ما بين الصليب وما بين القيامة. ويقول كده وتبوت عهد الرب راحل أمامه مسيرة 3 أيام يلتمس لهم منزلا، وكانت سحابة الرب عليهم نهارا في ارتحالهم من المحلة، سحابة بتحيط بيهم كلهم. نقطة أخيرة أقولها في هذا الإصحاح، الإصحاح 10، اللي يؤكد أيضا أن كنيستنا كنيسة إنجيلية. فأوشيت الاجتماعات أبونا بيصلي بيقول قم أيها الرب لله وليتبدد جميع أعدائك وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس، أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون أرادتك المقدسة. كلنا حافظين هذه الصلوة، جبناها منين؟ ألفتيها يا كنيسة؟ احنا ما بنألفش حاجة. لما كانت جماعة بني إسرائيل بترتحل، لما كانت المحلة ماشية في سكتها زي ما احنا ماشيين في سكتنا، حياتنا محطات، قيام وقعود قيام وقعود، كان موسى هو اللي بيقول كده قم أيها الرب الإله وليتبدد أعدائك وليهرب مبغضوك من أمام وجهك. ولما كان بيجي يقعد يرتحل يقول كده قم أيها الرب الإله، ولما كان بيحط في المكان كان يقول له ارجع يا ربي إلى ربوات ألوف إسرائيل. فالآية دي يا أحبائي من سفر العدد الإصحاح 10 من أيضا الأمور اللي تؤكد لينا أن كنيستنا في صلواتها كنيسة إنجيلية. أنا كده خلصت الإصحاح 10 وما خدتش فيه كتير، واسمحولي أن أنا أبتدي في الإصحاح 11، وأعتقد أن ده مهم جدا 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 لأنه بيمثل حال كثيرين في زمننا الحاضر مننا. الإصحاح 11 بيتكلم عن تذمر شعب بني إسرائيل ضد موسى وأيضا ضد الله. شفنا شك موسى أو ضعف موسى، بلاش الكلمة ناش نوصلها لقيمة لقدر الشك. شفنا ضعف موسى لما حب يستعين بحميه يثرون إنه يكون عيون له، إنه يكون قائد له، وكأن ربنا له المجد بكل وعوده
بكل ظهوراته بكل مجده بذراعه اللي باينه، واضحه مع الجماعه ما كانش كافي ليك يا موسى. فمش عجيب ان شعب بكامله في ايمانه بلا شك اقل بكثير من موسى. ده هو بيعتمد على موسى، بيعتمد على تشجيع موسى، بيعتمد على صلوات موسى. فاذا كان موسى هكذا ضعيف في ايمانه او ضعف في ايمانه، وما كانش ضعيف في الايمان، لكن جه وقت ضعف في الايمان، فكان بالحري يمكن ان يضعف الشعب. ففي الاصحاح ده يذكر الكتاب المقدس تذمر الشعب ضد موسى وضد ربنا. الحقيقه احبائي ان دي مش اول مره يتذمر الشعب، مرات عديدة حصل تذمر ضد موسى في الطريق. يكفي ان هم لما جم عند الجبل، جبل حريب، يمكن اشهر قصة في التذمر، ان هم موسى بس غاب عنهم شوية، قلعوا الذهب بتاعهم وادوه لهارون وقالوا له احنا محتاجين حد نعبده. طب اللي عبر بيك كل ده، اللي ضربت 10 حتى يخرجك بذراع قوية وبيد عزيزة وبذراع قوية، اللي شق البحر، اللي قادك وأسقط فرعون وغرق فرعون تحت رجليك، ما كانش كافي؟ فده كان نوع من التذمر والانقلاب على الله. صنع لهم عجل وقالوا هذه إلهك، هذا هو إلهك الذي أخرجك من أرض مصر يا إسرائيل. فاللي أنا عايز أقوله أحبائي أنه أكتر من مرة تذمر شعب بني إسرائيل، مش أول مرة يتذمر شعب بني إسرائيل، لكن ربنا له المجد لم يعاقب وكان بيحتمل. يمكن لأن نفسيتهم كانت مرة بسبب خروجهم من أرض العبودية، لسه خارجين من أرض العبودية، نفوسهم مرة لأنهم سايبين نهر وحضارة وخضرة إلى أرض جرداء وإلى برية قاحلة. يمكن فربنا قال أطول بالي شوية، يمكن لحد ما وصلوا جبل حريب ما كانوش وصلوا إلى لقاء حقيقي لمسوا بيه وجود الله في سفرين الشريعة، فما كانش ليهم ناموس وشريعة، فربنا صبر عليهم شوية جايز. لكن إيه عذرهم بعد ما عبر بيهم، بعد ما دقوا الفصح، بعد ما ادالهم كل هذه الوعود، بعد ما شافوا هذا المجد، بعد ما السحابة أحيطت بيهم، بعد ما صارت لهم الاستنارة، بعد ما صارت لهم المذابح، بعد كل ده لسه بيتذمروا على الله؟ فالحالة المتذبذبة دي تمثل حالة الإنسان اللي مش واثق من خلاص الله، اللي بيشك في خلاص الله. الحقيقة أحبائي الإصحاح ده وقفوا قدامه كل الآباء واتفقوا أنه أكبر خطية ممكن تضيع حياة الإنسان وتفقده الكثير في أمور الروحية هي خطية التذمر. حتى العهد الجديد نفسه في سفر الأعمال ذكر نوع من التذمر. تذكروا لما اليهود واليونانيين اختلفوا مع بعض، واليونانيين تذمروا ان اليهود بيهتموا بالارامل بتاعتهم وبيدولهم نصيب اكبر، حصل تذمر في وسط الكنيسه، حصل تذمر في داخل الكنيسه. ومن اجل هذا، بسبب هذا التذمر، اختار الاباء الرسل 7 من الشمامسه استفانوس واخواته. فالتذمر كان موجود في البدايات تملي، زي ما كان موجود في بداية رحلة شعب بني إسرائيل، أيضا في سفر الأعمال نجد أن الكنيسة ابتدت بالتذمر وكان فيها تذمر. صحيح الصورة مختلفة والقصة مختلفة، لكن هي دلالة على كل حال أن البدايات ممكن يحصل فيها حاجة زي كده. لما بيكون الإنسان لسه ضعيف، لسه صغير، ما اختبرش يد الله، ممكن تحصل حاجة زي كده. طب إيه سبب التذمر؟ في الواقع أحبائي أن التذمر كان سبب أنهم لم يكتفوا بالأمور الروحية.
رغم كل الأمور الروحية المحيطة بيهم اللي أنا ذكرتها دلوقتي، كانوا متذمرين. متذمرين بسبب إيه؟ بسبب الأكل. لم يكتفوا بالروحيات وطلبوا الماديات، لم يكتفوا بالمن، قالوا وكل يوم من، كل يوم من، كل يوم من، كل يوم من، كل حد قداس، كل أربع قداس، كل يوم جمعة قداس، كل يوم في الصيام قداس، كل يوم عدس وفول وطعمية، عدس وفول وطعمية، عدس وفول وطعمية، كل يوم غروب ونوم وباكر، والتالتة والستة والتاسعة، كل يوم مش عارف ايه، ما عندكوش غير ده، هم الأقبط دول ما عندهمش غير هي نفس النغمة تشبهها زيها. شعب بني إسرائيل مل من الحياة الروحية، عايز يعيش حياة طبيعية، وربنا عايز يرفعنا فوق الحياة الطبيعية، هو مش قابل، مش قابل، مش مكتفي بالروحيات. اللي عايز أقوله أحبائي إن القصة قصة عدم شبع روحي، بس هي دي القصة، عدم شبع روحي كافي. فشافوا السحابة ورأوا المجد وسمعوا أصوات الأبواق، لكن نفوسهم من الداخل لم تكن في شبع كامل، بل كانت في فراغ روحي. وده من أخطر ما يمكن، إن الإنسان يظل يحيا في الشكل الخارجي ويكتفي به إلى حين لا يدخل إلى العمق، لكن للأسف هذا الشكل الخارجي ما بيكملش مع الإنسان. لما نكتفي بأن الكهنوت يعني جلبية ودقن، وما تدخلش في أعماق معنى التكريس الحقيقي لله، بعد شوية هزهق. إيه يعني الكهنوت ده؟ هي جلبية ودقن والناس تبوس إيدي وأتسابونا وأتسابونا، وأنا مش دايق معنى أبوة الله، وأنا مش دايق معنى إن أنا بشتغل عندك يا رب، إن أنا ما استاهلش يكون خدام رجليك يا رب. لو ما دخلتش في أعماق الشفاعة والأبوة والصلاة والذبيحة والتكريس والانسحاق والانصهار على المذبح، بعد شوية الشكل ده هعتاده وهضج منه وهزهق منه وهتزمر عليه. أنا ضربت المثل في نفسي، وكل واحد فينا أحبائي يضرب المثل أيضا بحياته. اللي بيكتفوا بالشكل الخارجي ما بيحتملوش، أو بيحتملوا إلى حين لكن لا يحتملوا أن يكملوا الطريق إلى نهايته، ما بيقدروش يكملوا السكة، لأن ما بيبقاش فيه رؤية واضحة، لكن رؤية قاصرة بتنتهي بعد حين. تتذكروا المثل اللي أنا قلته مرارا، سمعتوه أكيد مني قبل كده كتير، بتاع الكلب اللي كان بيجري وراء الهدف، والكلاب الأخرى اللي مشيت جريت وراه عامت على عومه لكن ما كانتش شايفة الهدف. الكلب الأولاني، القصة دي قالها الأباء الرهبان في بستان الرهبان، مش من تأليفي. فالكلب الأولاني اللي شايف الهدف، شايف الأرنب بيجري، عمال يجري، رجليه تتعور، يتكعبل في السكة، رجليه تتخبط في الحيطة، تتخبط في حجر، تتخبط في سلك شائك، في أشواك، لكن طول ما هو شايف الهدف هو ماشي وراه يتبعه بكل قوة. لكن الكلاب التانية اللي مش شايف الهدف بعد شوية تزهق، تقول الكلب ده عبيط، بيجري ورا ايه؟ بيجري ورا عم، مش ممكن، مع اول خبطة، مع اول حجر، مع اول سلك شائك، مع اول شوكة، مع اول عقبة، يرتد ويعود الى الخلف، ما يكملش الطريق. احبائي كثيرا ما بيكونش عندنا هذا الشبع الداخلي، لكن عندنا الاكتفاء بالشكل الخارجي، ما بندخلش الى الاعماق، فبنتذمر على الله وبنتذمر على حياتنا. اشتكوا، يقول الكتاب المقدس انهم اشتكوا في اذني الرب فاشتعلت نار في طرف المحله. القصه ايه؟ القصه انه كان في زن على الودان، عشان كده يقول لنا اشتكوا شرا في اذني الرب، راحوا زنوا في ودن موسى، وموسى راح قال لربنا يا رب بتزنوا في ودن موسى ليه؟ قالوا لأن فيه ناس اسمهم اللفيف. في تو فاكتورز في الموضوع، في الإصحاح الحداشر مذكورين بتفصيل، في عاملين مهمين جدا. العامل الأول هو اللفيف،
العامل الثاني هو طرف المحلة. احنا عارفين ان المحلة دي عبارة عن خيمة الاجتماع في الوسط وال 12 سبط، ثلاثة من كل ناحية، شمال وجنوب وشرق وغرب، والخيم بقى منصوبة، خيم شعب بني إسرائيل، كل الأسباط عاملة الخيم بتاعتها. أقرب ناس لخيمة الاجتماع، أقرب ناس لهيكل الله، أقرب ناس لتابوت الله، أقرب الناس لحضور الله هم اللاويين. وبعد كده بتوسع الدايرة، بتوسع الدايرة، بتوسع الدايرة، بتوسع الدايرة لعدد ضخم جدا من الأمطار وكيلومترات، لأن دول ملايين من الخيام. ففي في أطراف المحلة وفي في عمق المحلة. التذمر جه منين؟ قالوا من أطراف المحلة، من البعيد. مش بقول لك اللي ما دخلش في العمق هو اللي بيتذمر، اللي ما دخلش في العمق هو اللي مش مكتفي، اللي ما دخلش إلى العمق هو اللي مش قادر يشبع، اللي واقف بره الكنيسة في الحوش ما حضرش القداس، هو بيتسلى بره ما اكتشفش أي حاجة. هم طولوا ليه؟ يقعد يبص في الساعة كل شوية. غير اللي واقف جوه الكنيسة، غير اللي واقف في وسط الشمامسة، غير اللي واقف جنب المذبح. طبعا ده فيزيكالي، لكن سبريتشوالي أعمق بكتير. فاللي واقف بره ممكن أكون أنا جوه، لكن عقلي كله بره بيفكر في حاجات كتير بره، مشغول ببره. ممكن أكون جوه القداس أو جوه الصلاة فيزيكالي، لكن أنا في أطراف المحلة. فالكتاب المقدس حينما يتكلم عن أطراف المحلة وبيتكلم مكانيا، لما النار ولعت، ولعت في أطراف المحلة حيث أتى التذمر في الأطراف، الناس اللي سوبرفيشل، الناس اللي برة، الناس اللي ما دخلوش إلى العمق. لكن سبريتوالي يا أحبائي المعنى أعمق بكتير، الناحية في عمق المحلة وليس في أطراف المحلة. فده فاكتور. الفاكتور الثاني أنا قلته الذن على الودان، وده ابتدى من مجموعة اسمها اللفيف. اللفيف مين اللفيف دول؟ سمعنا عنهم ان هم ما هماش من شعب الله، مصريين، جيران، صحاب، كانوا بيساعدوا الشعب بني اسرائيل، خدمين عند شعب بني اسرائيل، بيقوموا باعمال، بعض الاعمال معاهم. شافوا عجايب، شافوا الضربات بتضرب كل المصريين وشعب بني اسرائيل اكزمتد، شافوا موسى بسلطان بيعمل معجزات، شافوا فرعون بيترعش، قالوا لا لا لا، الههم ده باين عليه راجل كويس، قائد كويس، اله كويس، احسن من الاصنام بتاعتنا، بياكلنا وبيشربنا ببلاش وبيهيصنا، خلينا نمشي وياكم. المسيح مره قال لهم المجد، قال لهم كده ان انتم لانكم اكلتم من الخبز فشبعتم، فانتم جايين ماشيين ورايا. هم عملوا للطعام البائد لا للطعام الباقي. دول اللفيف ما كانوش من شعب الله، فما كانش في اصاله في النسب والانتساب الى الله، وفي الوقت نفسه كانوا غرباء عايشين على الهامش، على اطراف المحله. نرجع تاني لاطراف المحله. وبعدين حصل ايه؟ خرجوا اياهم اللفيف دول. ممكن اللفيف دول ايضا يكونوا زوجات مصريات او ابناء زوجات مصريات، فما تربوش، ما رضعوش الايمان مظبوط، لفيف، عيال نص نص، ما ياش في ثبات اولاد الله، ما عندهمش اصاله، مش قادرين ينتموا انتماء كامل لجماعه الله، لان التكريس والانتماء لابد ان يكون من كل القلب وبكل الفكر وبكل النيه، زي ما المسيح له المجد اوصى وقال تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل قدرتك ومن كل نيتك بالكل. ربنا ما عندوش partialization، ما عندوش انصاف الحلول، to be or not to be. فاللفيف دول يا اما مصريين خالصين انتموا للشعب انتماء سطحي، يا اما من صلبهم لكن الامهات ما رضعوش الايمان مظبوط، فما عرفوش يرضعوا ولادهم الايمان مظبوط، فتذمروا على شعب الله.
لما تذمروا على ربنا يقول لنا الكتاب المقدس ان النار اشتعلت في الطرفين في الاطراف بتاعت الخيام. ويقول لنا الكتاب المقدس ايضا ان موسى صلى الى الله فخمدت النار. وهنا اقف نص دقيقه واقول يا ربي ليك العجب، رغم ان موسى ايمانه ضعف في فتره لسه شايفينه في الاصحاح العاشر، لكن انت يا ربي لسه بتدي سبورت لاولادك، لانك يا ربي لم تفقد رجاك واملك اطلاقا، ما بتفقدش رجاك فينا ابدا يا رب. فسندت ابنك موسى، ودي صوره من صور الشفاعه، بصلوات موسى خمدت النار. يعني اللي بينكروا الشفاعه، موسى ما كانش بيصلي من اجل النار لنفسه، النار ما ولعتش في خيمته، النار ولعت في خيمه ناس متذمرين، وده كان عقاب من الله، ربنا عاقبهم بان النار مسكت في الخيام بتاعتهم. ومع هذا ربنا يستمع لصلوات موسى من اجل هؤلاء. تدنى الشعب إلى مستوى السمك والكوسة والبطيخ والبصل واللحم. يعني قدام مجد الله، قدام العجائب، قدام السحابة، قدام عمود النور وعمود النار، قدام الذبايح، قدام كل هذا المجد، هما بيشتهوا الأرضيات. فيقول كده كتاب مقدس أن الشعب بكى على الكرات والبصل. تخيل كده أن احنا بنبكي على الكرات والبصل، يعني كل عمل ربنا معانا وبنعيط على الكرات والبصل. احنا بنقولها دلوقتي كقصة، لكن صدقوني يا أحبائي كل واحد فينا، وأنا أول واحد، يفكر بشويش كده هو ويدخل لحياته، هيلاقي في كثير من المواقف احنا بننسى عمل الله ومجد الله وبنعيط على الكرة والبصل. هما كانوا بيعيطوا لكن على أمور مادية مش على أمور روحية. ومعلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية لكورنثوس يقول لنا لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، أما حزن العالم فينشئ موتا. جبت منين الكلام ده بولس الرسول؟ قال من خيمة الاجتماع. حزن العالم، يا ريتهم كانوا بيبكوا على خطيتهم، كان لما حزنوا على خطيتهم كان ربنا اداهم توبة وخلاص، لكنهم كانوا بيبكوا على البصل والكرات فأنشأ لهم موت. قامت النار ولعت في أطراف الخيمة. بيقولوا اننا كنا بناكل مجانا. لما تذمروا قالوا كنا بناكل سمك ولحم وكوسة وكرات وبصل وتوم، كنا بناكل مجانا. العجيب جدا ان الاباء اللي فتشوا في الاصحاح ده قالوا لنا حاجة عجيبة قوي، قالوا لنا ما كانواش بياكلوا مجانا، وما كانوا ياكلوا بالصخرة، كانوا بيدفعوا ثمن غالي جدا جدا. انت ترضى بعد الشر مع احترامي للكل، انا ارضى ان انا اكل لقمتي بالكرباك؟ يعني تمن لقمتي، صحيح ما كنتش بدفع فلوس لكن كنت بلعب في الطين، بشتغل في الطين وفي التبن طول النهار تحت صخرة الكرباك، وبتترمي لي لقمة بعد كده، اي لقمة واي طعم ليها، وانا ظهري متلسوع بالكرباك ودموعي على خدي، فما كانش مجانا. هم نسيوا ان هم طالعين للحرية علشان ياكلوا من يد الله الامور، المن ما كانوش بيدفعوا فيه تمن،
لكنهم تذمروا على الخبز النازل من السماء وبكوا على الكرات اللي كانوا بياكلوه مش مجانا لكن كان بالكرباج، فما كانوش بياكلوا مجانا. دي نقطة. النقطة الثانية ان في تذمرهم نسيوا ان هم معاهم ماشية اوريدي، كان معاهم ماشية، ليه ما دبحوش؟ ده الاباء القديسين اللي فسروا الكتاب المقدس قالوا الكلام ده، انا قريته. قالوا طيب شعب بني اسرائيل انت النهارده بتعيط ومتذمر وبتقول كنا بناكل مجانا، طب ما انت معاك خرفان ومعاك جديان ومعاك ماشية ومعاك تيران ومعاك بقر ومعاك جاموس. الكتاب المقدس ذكر ان انت طالع بكتل وبثروة ضخمة جدا، ده انتوا سلبتوا المصريين وخدتوا حاجات كتير جدا وانتوا خارجين، ما دبحتوش وكلتوا ليه؟ هم بيقولوا لربنا له المجد كنا بناكل في مصر مجانا، فدينا مجانا، احنا خدنا على المجان. فكانوا في حالة بخل شديد جدا، وكأنهم بيطلبوا ربنا بمزيد من الدلع ومزيد من التدليل على المستوى الأرضي المادي مش على المستوى الروحي. يعني يا ريتهم كانوا طمعانين في ربنا روحيا كان اداهم، لكن كانوا بيملكوا ان هم ياكلوا ويشربوا ويذبحوا وياكلوا اللحم اللي بيشتهوه، لكن في الواقع كان في خبث شديد بيذكروا الله. وربنا طبعا ما يخدش عليه الكلام ده، ان احنا في مصر كنا بناكل مجانا وفي الواقع في مصر ما كانوش بياكلوا مجانا. لو انتوا عايزين تذبحوا وتاكلوا من اللي عندكم كنتوا كلتوا مجانا، لكن هم ما كانوش عايزين كده. ايضا هذا التذمر يا احبائي قادهم الى ان هم يستهينوا بالمقدسات، وسامحوني في التعبير، يشتموا المن نفسه، يشتموا المن نفسه، فيقولوا الان قد يبست انفسنا، ليس شيء غير ان اعيننا على هذا المن، البتاع ده، على هذا البتاع، على هذا المن. يعني كانوا بيبصوا له كده بنوع من الازدراء والاستهزاء، ويقولوا يبست انفسنا، نشفنا، نشف رئنا، ليس شيء على غير، ليس شيء غير ان اعيننا، ما لناش شغلانه غير اننا مترقبين هذا المن ينزل من فوق. فاستهزأوا بالمن واستهانوا بيه، وانا اسف في التعبير، شتموه، البتاع ده نوع من الاحتقار. كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. الحقيقة أحبائي إن لما يتدنى الإنسان في شهوته بيرفض عطية الله الحلوة، ويستخف بالروحيات، يستخف بالروحيات. الخطية تملي معها هذه الشهوة، البصل والكرات، لكن ما ننساش إن معها إذلال وسخرة. والإنسان بكامل إرادته بيرضى بالإذلال والسخرة مقابل شهوته. الشهوة مش ببلاش، فيها إذلال، فيها سخرة. كل اللي بيمارسوا الخطية بأشكالها العفنة، سامحوني في التعبير، بيشوفوا ذل بعد كده لا يقل عن ذل الكرباك والصياط. البابا شنودة كان بيقول كلمة جميلة، أعتقد أن سعد زغلول قالها قبل كده، أن مصر ليست وطنا نعيش فيه ولكنها وطن يعيش فينا. ده المعنى الجميل. كلنا بنحب مصر وكلنا بنحس بحنين لمصر بلا شك، لكن بالمعنى الإيجابي الجميل الحلو. شعب بني إسرائيل الآباء القديسين قالوا الكلمة دي بس بالمعنى اللي مش كويس، قال إنهم خرجوا من عبودية مصر لكن بقيت عبودية مصر في داخلهم. ربنا خرجوا من العبودية لكن فيزيكالي، لكن نفسيا وروحيا فضلوا هم مستعبدين، حتى لو كانوا خارج الأرض فيزيكالي فضلت العبودية موجودة في داخلهم. النقطة اللي بعد كده، بعد تذمر هذا الشعب، موسى اللي كان حليم جدا أكثر من جميع الناس، كتاب المقدس ذكر عن موسى أنه كان حليما جدا أكثر من جميع الناس، انفجر في وش ربنا له المجد، مع يعني تحفظي على التعبير، انفجر في وجه الله
قال له يا رب وانا اسات اليك عشان تسيء الي؟ هو فعلا ربنا اساء لموسى؟ احبائي عمر ربنا ما اساء لموسى على الاطلاق. زي ما شعب بني اسرائيل نسي كرامه عمل الله معاه بسبب تذمره او لاجل تذمره لانه كان مستعبد للشهوه وللجوع وللخبث وللكرات وللبصل، ايضا موسى نسي كرامه الخدمه. وده اللي انا كنت بقوله من شويه، ان اللي بيعيش في الشكل وما بيدخلش للعمق يجي في نص الطريق ما يقدرش يكمل، يضعف يتعب. يعني انا بفتخر بالكهنوت وبشكر الله من اجله. ليه بتعثر مع العقبات اللي بتقابلني في الطريق؟ اكيد فيا ضعف، اكيد انا مش شبعان بالكامل من المعنى الروحي الجميل لان انا كاهن لله. انا مكتفي عند حد معين فبسهوله بتذمر وبشتكي وبتعب. كلنا انا بشعر بالموضوع ده، انا بشعر بيه وبزعل من نفسي وبلوم نفسي. بقول الكلام ده احبائي عشان اتذكر كلام موسى اللي بيقوله، بيقول له هو انا اسات اليك عشان تسيء الي؟ هو انا يا رب زعلتك عشان تزعلني؟ هو انا يا رب عملت حاجه وحشه عشان تعمل لي حاجه وحشه؟ طب انت يا رب عملت لي حاجه وحشه؟ ما عملتليش حاجه وحشه. امتى يا رب انا احتجت لك وانت ما اديتنيش؟ امتى يا رب انت انا تعبت وانت ما سندتنيش؟ امتى يا رب انا مرضت الا وانت شافتني؟ ده انت مديني كل الكرم وكل المجد. ده انت يا موسى كنت هربان من وجه مصري واحد او عبراني واحد بعد ما قتلت المصري، وعشت 40 سنة طريد لولا ان ربنا ادالك وسندك وقفك قدام فرعون وسندك بكل نعمة علشان تاخد هذا الشعب جميعه وتخرج به من شعب من ارض مصر من ارض العبودية. فربنا ما اساءش لموسى، بالعكس ربنا رفع موسى وسند موسى وأعان موسى ورفع موسى جدا وأعطاله كرامة شديدة جدا لم يسيء إلى موسى. لكن على كل حال أحبائي، شق البحر والضربات وعمليق وبناء الخيمة وكل هذا إذا كان في وقت من الأوقات أشعره بقيمته، فضعف صغير خلى كل ده اتنسى وابتدى يتهم ربنا له المجد بأنه أساء إليه. النقطة الثانية أحبائي في مشكلة موسى، إن موسى، دي دروس في الخدمة على فكرة، يعني أنا باخدها لنفسي أنا وكل خادم ياخدها على نفسه وكل مسؤول لغاية لما توصل لمستوى الأسرة. يعني أنا بتكلم عن شعب، في واحد بيتكلم عن فصل مدارس أحد، في واحد بيتكلم على مستوى أصغر، مستوى عيلة، زوجة وأولاد وأحفاد. مسؤوليتنا أننا نصلح المفاهيم مش نعوم على العوم. يعني لما لقي الشعب متذمر من أمر معين مرش أقول لهم لكم حق، يا رب اللي انت عملته ده، يبقى أنا ضعفت ضعفهم، يبقى أنا انقضت لخطأهم ولغلطهم، يبقى أنا في الواقع مانيش فاهم دوري إيه. أنا دوري كقائد، دوري كأب، دوري كمعلم، دوري كمسؤول إن أنا أصلح المفاهيم مش عوم على العوم. أنا بكسب الناس لربنا مش لنفسي. يعني إن الناس تحس إن أنا متعاطف وياهم ده شيء، وإن هي تحس إن أنا منقاد للغلط بتاعهم ده شيء تاني خالص. أنا متعاطف وياك وطبعا مش عايزة كلام، لكن إيجابياً الغلطان لازم اقول له انت غلطان. لكن لو حبيت ان انا اتعاطف وياك عشان اكسبك لنفسي والهدف الاساسي يروح وتفضل انت في غلطك لا قدر الله، دي مش خدمه ودي مش روح خدمه، وده اللي عمله موسى.
فموسى أحبائي انقاد لخطأ الشعب. كان المفروض أنه ما ينقدش الخطأ الشعب، يقول لهم أنتوا عايزين إيه؟ إيه اللي أنتوا بتقولوه ده؟ بتتزمروا على إيه؟ أنتوا نسيتوا؟ لكن ما عالش كده موسى. هو اللفيف زنوا على ودان شعب بني إسرائيل، خصوصا اللي في أطراف المحلة، أنا بلخص الموضوع، خصوصا اللي على أطراف المحلة اللي ما لهمش أي عمق روحي، النار ولعت صلى وطفاها، كان المفروض يديهم درس بقى ويفهمهم، لكن راح يتخانق مع ربنا ويقول له أنا عملت حاجة عشان تسيء إليا؟ أنت يا موسى الغلط بدي من عندك، أنت شاعر أن أنت ربنا أساء ليك. إذا كنت أنت وأنت القائد شاعر أن ربنا أساء ليك، يبقى العذر كل العذر لهذا الشعب. فالانصياع إلى رغبات الشعب وإرضاء رغبات المخدومين أمر في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. آسف أحبائي أن أقول أننا بنعيش هذا الكلام في الكنيسة، بنعيشه. بولس الرسول قال كده: إن كنت أرضي الناس فلست عبدا للمسيح. أنا شغلتي أن أنا أخدمكم، شغلتي أن أنا أغسل رجليكم، شغلتي أن أنا تحت أمركم كلكم، لكن شغلتي الأساسية أن أنا أوصلكم لربنا بالطريق الصح، بالأسلوب الصح، مش بالطريق الغلط. لو كان هارون ما رضاش الشعب لما جمعوا الذهب وقالوا له اعمل لنا عجل نعبده، لو كان فهمهم معلمهم، كان هارون النهاردة اتكتب بأحرف من نور في الكتاب المقدس. لكن هارون انقاد لرغبات الشعب، والشعب اللي غلط، ده هارون اللي غلط. النهاردة الشعب تزمر، تزمر، بس أنا شايف أن تزمر موسى وغلط موسى أكتر من تذمر هذا الشعب. كان في مشكلتين في هذا الإصحاح. المشكلة الأولى خاصة بالشعب، أنه عايز يأكل لحمة. ربنا قال حاضر أن أكلكم لحمة، نحل مشكلتكم. النقطة الثانية هي مشكلة خاصة بموسى، أنه ظن أنه لوحده. ربنا قال له حل لك المشكلة أيضا يا موسى. فالإصحاح ده إصحاح مشاكل تخص تذمر الإنسان، سواء إذا كان قائد زي موسى أو شعب زي شعب بني إسرائيل، وربنا قادر أنه يحل المشكلتين. فعلى قد ما هذا الإصحاح مليء بالمشاكل، فهو مليء بالحلول أيضا من يد الله. مشكلتك يا موسى أن أنت حاسس أن أنت لوحدك هحل لك المشكلة، الحمل تقيل عليك هخففه، حاسس أن أنا أسأت إليك، حاضر نصلح لك الموضوع يا سيدي، ما تزعلش، ما تاخدش على خاطرك، أجيب لك ناس تساعدك. إذا كان الشعب أيضا عنده مشكلة أنه عايز لحمة، نديهم لحمة لغاية لما اللحمة تطلع من مناخرهم، هشبعهم زي ما هم عايزين. دي أرخص حاجة، ريتهم كانوا طلبوا حاجة كبيرة، دي سهلة قوي قوي. فربنا عنده حلول كتير. فربنا في طول أناته أحبائي أطال أناته جدا مع موسى وحلله المشكلتين، لأن نفسية موسى في ذلك الوقت كانت صعبة جدا. ودي نقطة أيضا ما ننساهاش، أن ربنا لذيذ وجميل. شوف أنا قاعد عمال أغلط في موسى قد إيه، أنا العبد الغلبان اللي ما سهلش تراب رجلين موسى، ما صدقت لقيت مشكلة عند موسى ونازل سلخ فيه. سيدي موسى أنا آسف، حقك علي، أنا ما أصدش، ضعف مني أن أنا بقول الكلام ده. ولما قارن نفسي وقارن اسلوبي بطريقه ربنا، ربنا ما عاتبكش، ما قالكش الكلام ده، قال لك حاضر يا موسى حل لك كل مشكله، المشكله بتاعتك بسهوله جدا. ربنا بيطيل اناته جدا 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 علينا. مشكلتك ايه يا موسى؟ قال له وانا كنت حبلت بيهم ولا ولدتهم، خد نفسي، وقع في اكتئاب، زي ما ارميا قال، وزي ما حزقيال قال، وزي ما اشعيا قال، وزي قديسين كتير قالوا، ايليا قال خد نفسي، يونان زعل على يقطينة وحزن وقال خد نفسي، أنا عايز أموت خير من حياتي. تعبان ليه يا موسى؟ قال أنا مش قادر. ودي برضو نوع من الغيرة على عن شعبه. يعني إذا كنت أنا بعاتب عليه أنه بينساق وراء الشعب، فبرضو ندي له عذر، لأنه كان بيحبهم وتشفع من أجلهم وصلى من أجلهم. ده الجانب اللي شافه ربنا. ولو كان ربنا شاف الجانب الوحش اللي أنا شفته، فالويل للعالم لو كان الناس يدينون الناس. لكن شكرا ليك يا رب، لأن الدينونة ليك وحدك. قال له هات 70 راجل
من شيوخ وعرفاء بني إسرائيل. طب شيوخه عارفينها، يعني ايه شيوخ؟ راجل مسن، دقنه بيضت، ظهره انحنى، عنده خبرة، يعني في أبوة، في حنية، ما فيهوش اندفاع الشباب، شيخ يقدر يساعدك يا موسى بفكره. انت ما انتش محتاج عضلات، انت محتاج فكر ومحتاج حكمة ومحتاج خبرة. 70 من الشيوخ ومن العرفاء. كلمة عرفاء بالعبرية شطارين، يعني شطار، كلمة شاطر. وعرفاء عندنا في الكنيسة اللي هو العريف، المعلم اللي بيقف يقود الشمامسة. كلمة عريف جاية من دي، شاطر، شطراء أو شطريم. فعايزين ناس شيوخ وشطريم، شطار، عرفاء. 70. ورقم 70 أحبائي ارتبط في دين الكنيسة في أمور كتيرة جدا. فعندنا 70 أسبوع سنين في دانيال، سنة السبي 77 سنة أيام السبي، والسبعين نخلة في إليم مرة، كانوا 70 نخلة. السنهدريم اللي حكم على المسيح له المجد كانوا مختارينه من 70 من الشيوخ. المسيح له المجد اختار 70 رسول مع 12 تلميذ. فيعني رقم 70 ده له دلالة في الكتاب المقدس. دول ييجوا عند خيمة الاجتماع ويجتمعوا ويساعدوا موسى في حل هذه المسائل. وده يورينا دور العلمانيين مع رجال الكنيسة الكليروس. لازم يكون في ناس عرفاء أراخنة مملوئين من الحكمة ويساعدوا القادة الروحيين في قيادة الكنيسة. شوف الآية الجاية بقى، معلش أنا آسف أنا طولت عليكم لكن أردت أخلص. آية 25 في الإصحاح 11، آية وقفوا عندها الآباء وتأملوا فيها وشوفوا فيها أعماق. فنزل الرب في سحابة، نزل الرب في سحابة وتكلم معه، مع موسى، نزل وتكلم وأخذ من الروح الذي عليه. نزل وتكلم وأخذ روح، نزل وتكلم وأخذ روح الذي عليه، وجعل على 70 رجل شيوخ، فلما حلت عليهم الروح تنبأوا ولكنهم لم يزيدوا. آية 25، نزل الرب في السحابة وتكلم مع موسى وأخذ من الروح اللي عليه وحط على 70. نزل، ده التجسد الإلهي، الله الابن اللي نزل. وتكلم، ده الله الاب اللي تكلم في السماء وسمعه يوحنا المعمدان وهو بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي بيسررت. واخذ من الروح الذي كان على موسى، ده الروح القدس. فالايه دي فيها الثالوث القدوس. فاكرين البركه اللي احنا قلناها لما ربنا قال لموسى والهارون ان الكهنه لما تبارك تبارك باسم الثالوث القدوس؟ فاكرين نفس الكلام النهارده، لما ربنا يدي البركة، لما ياخد من روح القدوس لكما يعطي الشيوخ من على موسى، يقول كده نزل في السحابة، ده الأقنوم الثاني الابن، وتكلم مع موسى، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، ده الله الآب، وأخذ من الروح روح القدس. فدي سورة المعمودية. وده يورينا أحبائي طقس الرسامة في الكنيسة. احنا بنشتغل بروح واحد، صحيح الروح بيعطي مواهبه كل واحد حسب طاقته وحسب منطوق الرسامة بتاعه أو الرتبة بتاعته، لكن كلنا لنا روح واحد للعمل. والروح أيضا يا أحبائي يجمع الجماعة في فكر واحد، فهو خد من راس أو خد من فكر أو خد من روح موسى ودى للمعاونين ليه، اللي بيشتغلوا إذا ما كانوش واخدين من روح واحد وبيتكلموا بروح واحد، الكنيسة تتقسم وتتبهدل. ودي مشكلة الكنيسة بتعاني منها لما ما يكونش فيه روح واحد
يجمع الكل في واحد، والكل تحت ايدين موسى، وموسى واخد من القيادة العليا من الله. المشكلة الثانية أحبائي، مشكلة موسى حلها له ربنا. المشكلة الثانية أنا في تفاصيل مش عايز أخدش فيها، هسيبها لك أنت لما تقرأ الإصحاح، وإذا كان لكم أسئلة أنا تحت أمركم. المشكلة الثانية مشكلة الشعب. ربنا قال لهم حاجة، قال لهم أجيب لكم السلوى، كلوا منها زي ما أنتوا عايزين، بس طلب منكم حاجة، تقدسوا للغد فتأكلوا لحما. كل مشكلة عند ربنا لا حل، حتى المشاكل المادية، حتى على مستوى الأكل والشرب ربنا مستعد يحلها. لكن علينا أن نلاحظ أن في ناس ماتت لما كلت، يقول لك تنوم يأكلوا تنوم يأكلوا تنوم يأكلوا لحد ما الأكل طلع من مناخرهم وماتوا عند أطراف المدينة، عند أطراف المحلة، بقت في جثث 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 جثث، ناس ميتين كتير من كتر الأكل، والأكل طلع من مناخرهم. طب انت يا ربي كنت بتعاقبهم بالأكل؟ لا انا بعاقبهمش بالأكل، هما ما خدوش بالهم من الوصية بتاعتي، قلت لهم تقدسوا للغد وكلوا. هما لأنهم شهوانيين، لأنهم نهمين، لأنهم متلهفين على إشباع شهوتهم، نسيوا كلمة يتقدسوا. فالغرائز في حد ذاتها مش مشكلة، كلنا فينا غريزة الأكل، كلنا فينا غريزة حب البقاء، كلنا فينا غريزة، عندنا غريزة جنسية، دي غرائز طبيعية موجودة فينا، ربنا حطنا فيها، حطها فينا. لكن المهم أن هذه الغرائز تتقدس لكي ما نستخدمها في طريقها الصح بالأسلوب الصح، اللي يرجع لصالحنا مش يرجع للموت، مش يرجع للموت. طبعا أنا أقصد الموت الروحي. كلنا بناكل، كلنا بنستطعم الأكل، وكلنا بنحب الأكل، لكن بنشكر ربنا على عطيته، وبنصلي قبل ما بناكل، وبنعلم ولادنا أننا نبارك الأكل، ونقول أن المسيح حال على المائدة جنبنا. تقدسوا وكلوا. الغرائز لابد أن تتقدس حتى يستعملها الله فينا بطريقة مقدسة، بطريقة روحية كل حلوة. احنا ناس متجوزين وفينا غريزة، غريزة التناسل، وعندنا أولاد، ومارسنا غريزة الحب في سر ذيجة مقدس لا يخرج عن تقديس الله. عشان كده العلاقة دي لا تمارس إلا بالتقديس. أرجع وأقول الكلمة تاني وأقول يا أحبائي، إننا نقدس الغرائز حتى يستعملها الله لحياتنا وليس لموتنا. شعب بني إسرائيل قدم صورة صعبة جدا جدا في هذا الإصحاح، في الوقت اللي ربنا قدم فيه صورة رائعة جدا جدا على مستوى صلاح الله وليس على مستوى خطأ الإنسان. فيستطيع الإنسان أن يقدس كل غريزة داخله، وكل شهوة تصير مقدسة، ليس بنهم وليس بدون ضابط. فإحنا بنتقدس على المستوى الروحي في التوبة والاعتراف والصلاة، وعلى المستوى الجسدي في الطهارة الجسدية والنقاء. حقيقة الوضع أحبائي أن شعب بني إسرائيل رفض الله في هذا الموضوع كله. ربنا لخصه، قال يا موسى هم ما رفضوكش، هم رفضوني أنا، زي ما قال لصموئيل بعد كده لما جم يختاروا شاول، شاول الملك ضد إرادة الله، قال له دول رفضوني أنا ما رفضوكش أنت، ليس بسبب أكل أو شهوة، ربنا رفضهم، لكن هم اللي رفضوا الله من جهة الأكل ومن جهة الشهوة. علشان أأكد بس نقطة أخيرة أو ملحوظة أخيرة، يقول لك إيه؟ إنهم قعدوا يأكلوا 36 ساعة يجمعون السمان ده، السلوى دي، يقول لك يجمعون، من يقلل، اللي خد قليل خد 10 حوامير، أي حمل 10 حمير، وكل حمار كان بيشيل 250 كيلو جرام. تتخيل يعني خد 250 كيلو جرام في 10،
ايه الشهوه الرياضيه الصعبه دي؟ يعني الكتاب المقدس لما بيكتب الكلام ده ما كتبوش بالارقام دي بالشكل ده الا عشان يظهر صوره النهم والجشع، مش مجرد انه بياكل لاحتياج لكن بياكل بنهم وبجشع. ربنا يدينا احبائي اننا نفهم الامور بطريقه روحيه، وناخد الامور من الجانب الروحي، ونشبع بيك يا ربي لكل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين. يعني مش بدعي ان انا غطيت كل الجوانب، لكن اديت يعني لمحه عن الموضوع.